عندنا حدود ملتهبة. طبعا 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 ليبيا ده امن قومي مصري. حدودي الغربيه انا كان ليا في وقت من الاوقات وما زال ليا حوالي 1,000,000 مصري في ليبيا، ما اعرفش النهارده الاعداد كام. علاقات قويه جدا مع ليبيا طول عمرنا، تصل الى حد العلاقات حتى الاسريه والعائليه، وزي ما قلت ده امن قومي مصري. ليبيا النهارده للاسف انها يعني الرئيس القذافي بعد ما مشي ما كانش في دوله بمعنى الدوله، ما كانش في جيش بمعنى جيش، ما كانش فيه مؤسسات للدولة. فالنتيجة طبعا ان حصل انهيار في ليبيا النهاردة، وان النهاردة ليبيا مقسمة الى اقاليم تسيطر عليها قبائل وعصبيات. اطراف النزاع في ليبيا مين؟ اطراف النزاع كلها عبارة عن قبائل، وعندك يعني في المنطقة المنطقة الشرقية اللي هي المنطقة الغربية اللي على حدودنا، في قبائل، منطقة كانت شعرة بانها بالغبن ايام القذافي لان هي عندها ثروة بترولية وخلافه، انما لم تستفيد اقتصاديا. عندك المنطقة اللي فيها سيرت اللي هي مسقط رأس الرئيس القذافي، ثم عندك المنطقة الغربية اللي فيها طرابلس.